السلام عليكم. إليكم مبيعات الهواتف في عام 2021 والتي بلغت 448 مليار دولار، وهذه هي الشركة المتصدرة. أكثر شركات الهواتف مبيعا في عام 2021، كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، وشكرا لك. كشف تقرير جديد عن مبيعات الهواتف في 2021 والتي بلغت 448 مليار دولار أمريكي، حيث ازداد الطلب خلال تلك الفترة مقارنة بالسنة السابقة لها، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الأجهزة التي تدعم اتصالات الجيل الخامس 5G. تفاصيل مبيعات الهواتف في عام 2021، حيث بلغت مبيعات الهواتف في 2021 حوالي 448 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بقيم عام 2020، حيث زاد متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 12% على أساس سنوي، ووصل إلى 322 دولارا بفضل الطلب المتزايد على أجهزة 5G، وما يقدر بنحو 40% من جميع الهواتف الذكية التي تم شحنها في عام 2021 كانت قادرة على 5G، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بقيم 2020. تحتل أبل المرتبة الأولى في التصنيف بإجمالي إيرادات بلغت 196 مليار دولار، وحصة 44% من جميع الإيرادات في سوق الهواتف الذكية. شهدت زيادة في الطلب على سلسلة الآيفون 13 الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام المطول بنماذج الآيفون 12 من الجيل السابق. وصلت أبل صعودها في الأسواق النامية مثل الهند وتايلاند وفيتنام والبرازيل. وتحتل شركة سامسونج المرتبة الثانية، حيث تبلغ إيرادتها 72 مليار دولار، يمثل الرقم زيادة بنسبة 11% مقارنة ب 64 مليار دولار لعام 2020. ساهمت الفئة المتوسطة والرائدة في تحقيق أكبر نمو لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، مع بيع معظم الوحدات من سلسلة الجالكسي S الرائدة وسلسلة A، وأيضا سلسلة الجالكسي M من الفئة المتوسطة. شاومي هي العلامة التجارية الثالثة الرائدة مع 37 مليار دولار من العائدات، بزيادة 49% مقارنة بقيم 2020. كانت الهند بمثابة السوق الرئيسي لشركة شاومي، حيث وصلت العلامة التجارية إلى مستويات عالية جديدة في الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 18 ألف روبية هندية، ما يعادل تقريبا 250 دولارا أمريكيا، والتي تمثل 14% من تواجد العلامة التجارية في البلاد. وشهدت شركة أوبو إيرادات بقيمة 36 مليار دولار وزيادة بنسبة 15%. كانت سلسلة الفايند اكس 3 التابعة للعلامة التجارية، وسلسلة رينو 6 وسلسلة الشركة الشقيقة وان بلس 9 هي الأجهزة الأكثر طلبا. أكثر من 50% من هواتف أوبو التي تم شحنها في عام 2021 كانت جاهزة لشبكة الجيل الخامس 5G، وجاءت المرتبة الخامسة في شركة فيفو، والتي حققت عائدات بلغت 34 مليار دولار. برأيك أي الشركات السابقة هي الأفضل في هذا الفيديو؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.